مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مشاهدي اون مصر في كل مكان. تحياتنا لحضرتكم جميعا من الاسكندريه. يعني تفاصيل مسرع زوج وزوجته على يد نجلهم قصه وحكايه وحدوته كبيره جدا جدا جدا، زي ما احنا شايفين في هذا العقار اللي احنا شايفينه دلوقتي. حصل فيه جريمه قتل كبيره جدا جدا في الاسكندريه، وصح عليها اهالي المنطقه، وهي منطقه فيصل. يعني الكل يعني في حاله من الاندهاش، حاله من الاستغراب، ازاي حصل اللي بيحصل ده، ازاي حصلت هذه القصه دي، ومين بطلها. بطلها دكتور تخدير قام بذبح وقتل والدته ووالدته في هذه الشقة السكنية في شارع فيصل في الأسكندرية. يعني مشاهدينا، تداولت بعض الكلمات وتداول بعض المعلومات عن هذه الواقعة وهذه القصة اللي بيحصل. أهالي المنطقة في حالة من الاندهاش، حالة من الحزن اللي سيطر عليهم منذ ما عرفوا بالقصة أمام عينيهم. ولكن الموضوع كان في حالة من يعني تداول بعض المعلومات. البعض قال ان هذا الشخص هو دكتور تخدير كان يتناول العقاقير والمواد المخدرة، والبعض الاخر قال ان ظهر عليه بعض خلال الفترات الاخيرة سوء في الحالة النفسية، وقصة يعني كانت معاه يعني مش احسن حاجة. وطبعا يعني كانت طريقته هنا في المنطقة مع الناس كانت يعني صعبة جدا جدا. لكن طبعا اهالي المنطقة يعني كانوا بيتكلموا عن الواقع حتى هذه اللحظة، وكانوا بيحكوا عن هذه القصة. يعني في تمام الساعة الثامنة والنصف بدأت الحكاية هنا، وبدأت القصة هنا في منطقة فيصل. اعتداء الشخص الدكتور التخدير على والده ووالدته في شقتهم السكنية. الكل يعني هرع، وكل الكل فزع إلى هذه المنطقة، والكل من هذه المنطقة طلع ليه هذا العقار احنا شايفينه علشان نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط، ايه الجريمه، ايه القصه. لقوا طبعا الاب والام غارقين في الدماء وفي حاله لا يرصى بها، والكل يعني مندهش. حتى حارس العقار يعني رفض الحديث ورفض التسجيل، حتى يعني بسبب يعني بشاعه المنظر وما شاهده من هذه الواقعه. ولكن طبعا يعني انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، والمعرفة يعني إيه اللي بيحصل وإيه التفاصيل وإيه الوقوف على آخر الملابسات والوقوف على آخر التفاصيل الواقعة. ولكن يعني بدأت النيابة العامة رجال البحث الجنائي ورجال الأمن في القبض على هذا الشخص، في القبض على هذا الشخص ومعرفة ما حدث من جراء هذه الواقعة الشنعاء. بالفعل تم نقل الجثتين والجسامين إلى المشرحة القريبة من الحادث لإجراء التشريحات اللازمة ومعرفة وقوف التفاصيل والواقعة الكامل والملابسات الكاملة. ولكن أهالي المنطقة هنا كانوا يعني وما زالوا يرددون عن سيرة الأسرة بسمعتها الكريمة ويعني حسن الخلق بين الجيران وبعضهم. يعني دي كانت يعني الكلمات اللي تتقال في بين الجيران وبين أهل المنطقة هنا في منطقة فيصل الإسكندرية. يعني خلينا نقول لحضرتكم يعني جريمة صعبة جدا 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 جدا، وهزت لها طبعا أرجاء المنطقة وشهدتها المنطقة هنا حالة من الحزن الكبير جدا. ولكن يعني ننتظر التفاصيل الكاملة من جراء هذه الواقعة،
وجراء النيابة العامة ونشوف النيابة العامة هتصدر قرارها بإيه. وطبعا يعني هذه الواقعة لن تكون هذه الواقعة الأولى في الأسكندرية ولا في محافظات مصر، ولكن طبعا الواقعة دي انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة في مجتمعنا المصري. ولكن يعني نتمنى السلام للجميع، نتمنى اتباع العادات والتقاليد، اتباع يعني السيرة الطيبة، حسن المعاملة، ولكن الأب والأم لن يكون تكريمهم بهذه المشهد المؤلم المؤسف هو التعدي عليهم وحرمانهم من الحياة وحرمانهم من طبعا يعني أن يكونوا أن ينالوا شرف يعني التكريم لهم في الدنيا. مشاهدينا يعني هنا كانت تفاصيل وحكاية ورواية في الأسكندرية عن هذه الواقعة وما حدث في مسرح الجريمة وهي تعدي الابن على أسرته الأم والأب. ولكن يعني الكل هنا في حالة من الحزن، الكل هنا يعني مش عايز يتحدث، يعني حاولنا كثيرا 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 مع الجيران، حاولنا مع المواطنين في الشارع، حاولنا مع الكثير، لكن طبعا يعني الكل رافض انه يتكلم ويتحدث. لكن يعني خالص العزاء طبعا للأسرة وربنا يصبرهم على ما حدث يعني. ولكن ننتظر طبعا تفاصيل النيابة العامة وما تجري ليه التحقيقات الموسعة والملابسات الكاملة في جراء هذا الحادث الأليم جدا. مشاهدينا الأعزاء الكرام، يعني البعض هنا زي ما قال كده بيردد السيرة الطيبة، السمعة الطيبة للأسرة والمواطنين. المواطنين هنا بيرددوا مش عارف فاضي هو ليه اصلا.